طيب استاذ حسن قال في الحته دي، الحته اللي انا كنت بقول لك عليها، ان احنا لدينا ما يكفينا لسداد التزاماتنا ويفيض، ده اللي كنت بقوله لك. من ناحيه تانية استاذ حسن قال حاجه مهمه جدا، قال حساسيه المواطن لارتفاعات الاسعار اقل كتير جدا من المواطن الاوروبي، ده اللي كنت بقوله لكم قبل كده، او المواطن في اي حته دنيا، في اي حته في الدنيا، اي حته في الدنيا لما الناس بتلاقي ان في سرعه ما بدات اسعارها تغلى، او ان في تاجر بيلعب بيبعدوا عن التاجر ده، السلعه دي سعرها زاد شويه بيدور لها على بديل، ما بيحاولش يقول لا خلاص خلاص هجيبها، والامر لا من قبل ومن بعد. احنا مواطن لذيذ ظريف، فتمام هروح اشتريها، لا ما تشتريهاش ولا حاجه، شوف في المحل ده وفي المحل ده وفي المحل ده، ادي بمنتهى البساطه زي ما بتروح تشتري اي حاجه مثلا وانت بتشتري عربيه، ما انت بتسال في 15 معرض قبل ما تقرر، هتيجي تقول لي بس العربيه دي بفلوس كتير جدا، اقول لك اي حاجه في الدنيا بفلوس، فحافظ على فلوسك. الحاجه الاخيره واللي كانت لافته للنظر جدا ليا واحنا هناك وانا واقف هنا، قال كان التاجر بيدعي، خد بالك من كلمه بيدعي، ده الاستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، هو عارف بيقول ايه، بيدعي انه جاب الدولار بسعر غالي جدا فبيرفع عليك سعر البضاعه او سعر المنتج. كلمه بيدعي دي معناها، انا فهمتها كده بالمناسبه، يعني انا فهمتها انه طبعا لانه هو ادعاء غير حقيقي، ادعاء باطل، لانها اسعار قائمه على المضاربه فقط لا غير. كانت خلينا ناخد معانا على التليفون الخبيره المصرفيه والاقتصاديه الكبيره دكتور سهر الضماطي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك يا دكتور سهر، ايه الاخبار، كله تمام؟ الحمد لله جدا وسعيده جدا. ايوه ليه بقى؟ كافه القرارات بتاعت النهارده. حلو جدا، ايه اللي لفت نظرك في قرارات النهارده واشرح لنا بعد اذنك يا فندم. هقول لحياتك ليه. اولا شوف حياتك، انا عشت المشاكل اللي خاصه بالعمله دي ثلاث اربع مرات من خلال تواجدي في الجهاز المصرفي. صحيح. لكن الحقيقه لم أقابل أبدا ما حدث في السنة ونص اللي فاتوا، ما شفتش يعني إيه التجار يبقوا على منصات على الفيسبوك، واخد بال حضرتك، وياخدوا الأسعار من حد بيملها لهم، ما شفتش أسعار بتزيد ما بين يوم ويوم، وفي بعض الأحوال ما بين ساعة والتانية. دي حاجة غير مسبوقة. ما لما حصل مضاربة حتى في 2016 في عز ما كنا يعني كان عندنا مضاربات لم تحدث بالشكل اللي حدث المرة دي، كان فيها الحقيقة يعني مبالغة غير طبيعية. وبعدين ينتقل الدولار ان يبقى الدولار بيحكم كمان سعر الخضار والفاكهة. صح. إيه للأسف. ايه ده يا فندم؟ ده حاجة غير طبيعية. وبالتالي القرارات اللي حطها المركزي النهاردة ونزل بيها في منتهى الأهمية. أنا طبعا مع المحافظ في موضوع التضخم ده نمرة واحد، ولكن احنا بدأنا النهاردة بإيه؟ توحيد سعر الصرف واستقرار سعر الصرف. حلو. وعندك الموارد المالية لاستقراره، وحطيت نظام قوي جدا من الناحيه الاقتصاديه اللي هو السعر المرن اللي هو بيأهلك تقبل تتحمل صدمات مختلفه. وبعدين ينزل في السوق يغطي الاحتياجات كلها من الموارد اللي داخلها له من السوق نفسه، واخد بال حضرتك؟ ويوصل الفكره في ايه؟ انت لما بتحط هذا السعر المرن حضرتك عايز توصل للسعر التوازني ما بين الطلب والعرض. وبالتالي هذا السعر التوازني ده اللي يقدر يشتغل على ايه؟ الراجل اللي في القطاع الخاص والمستثمر الاجنبي اللي جاي لي عشان يحسبوا اقتصاديات مشروعاتهم ايه وهيشتغلوا ازاي ويحطوا استراتيجيتهم واليات التنفيذ. صحيح. فده مهم جدا علشان تطلع بالدوله وتزود الناتج القومي. ده واحد. حلو. نمره اثنين، يبقى حضرتك النهارده عندك سوق، السوق بتاعك سوق واحد مش سوقين، سوقين دي ما يحصلش، مش هيجي لك مستثمر، ما ينفعش. لا لا، وغير كده يا فندم في عندنا حاجه اسمها الالتزام، سياسه الالتزام. الشركات الاجنبيه لا يصح لها انها تدخل
في أسواق الأجنبية الأوروبية، يعني في سوق غير رسمي معايا، ايوه وبيدخل في الأسواق الرسمية طبعا فقط، وبالتالي كده كان محجوب عنك جزء من استثمارات أجنبية مش قادر تجيبها، أو حتى الاستثمارات المحلية كان في منهم بعضهم هنا مش عارفين يشتغلوا. يعني فده الإجراء ده بتوحيد سعر الصرف واستقراره يشجع على دخول استثمارات أجنبية مباشرة. ما فيش شك، ما فيش شك طبعا على طول. شوف حضرتك، واحد هيشجع على دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حلو. هيشجع على ان حضرتك تقدر ان انت من خلال هذا السوق المرن ان انت تقدر تشوف كافة التذبذبات اللي هي موجودة، وتقدر تدخل وتظبط هذه التذبذبات اذا اضطريت ان انت تعمل كده. ثلاثة، طبعا مشجع جدا للصناعة، ان انت تكبر الصناعة، تكبر الصادرات، تكبر الاستثمار. ما هو ده هتكبرهم ازاي لو هو الراجل مش عارف يدخل اصلا يجيب المادة الخام بتاعته، ومضطر يروح لسوق هو كده، هو قاعد كده يقول لك اه اصل السعر دلوقتي كده، طب على اساس ايه؟ ما نعرفش، ما ينفعش الكلام ده، غير المنطقي. فالنهارده التصدير الاستثمار مبني على زيادة القاعدة الصناعية، كل ده مبني على ان انت يكون عندك سعر صرف موحد على اساس اقتصادي سليم، وبنك مركزي قوي وعارف ازاي يقدر يتحكم في هذا السعر. نيجي بقى للنقطة الثانية المهمة جدا بالنسبة للمواطن، التضخم. طبعا التضخم الحقيقة يعني حضرتك اديت مثل كده، انا كنت بسمعك وانت بتتكلم، انا شفت حاجات يعني انا لو كانت اتحكيت لي ما كنتش هصدق. زي ايه؟ يعني ان حضرتك بس انا كنت واقفه في سوبر ماركت عادي، يعني ايوه مواطنه مصريه فعايزه اشتري ازازه بيبسي، واخد حياتك، فانا واقفه الثلاجه كده والراجل الكاشير على ايدي الشمال والثلاجه على ايدي اليمين، فبقول للراجل بكام دي؟ قال لي ب7 جنيه. بقول للكاشير دي بكام؟ بديله 7 جنيه، ما انا خلاص بقى. قال لي لا يا فندم، اصل السعر دلوقتي بقى 9. كده قلت له يعني حضرتك ما بين انا ما بجيبها من المكنه وانا واقفه، انا ما عملتش خطوه على فكره، انا ايوه واقفه في مكاني. ايه ده؟ ما هذا الاستغلال؟ طبعا ما هذا صديقه ليا تانية حياتك هتسمع حاجه غريبه دلوقتي. راحت بتقول للجزار بتاعها حضر لي كذا كذا، وانا رايحه هنا اجيب شويه حاجات وارجع لك، كام السعر؟ فبص في الموبايل قال لها عند الاستلام. يا سلام، ايه ده؟ ايه ده؟ عند الاستلام؟ يعني انا انا هروح اجيب حاجة في اول الشارع وارجع لك وارجع عند الاستلام؟ عند الاستلام، ده ايه ده؟ لانه إيه؟ وبعدين هذا الجزار هيفهم عند الاستلام دي يعني ايه؟ المنصة التكنولوجية اللي اتعملت دي الكبيرة واتحطت على فيسبوك وتواجدت في كافة المحافظات، ولم تجار التجزئة على تجار الجملة علشان يمشوا على الأسعار اللي بيحطوها. إيه ده؟ وده أنا اعتبرته تطاول على المواطنين. طبعا إيه طبعا. ده؟ إيه وإجراء ده؟ عامل زي إجراءات التشكيلات العصابية، يعني هي مافيا ولا إيه؟ أنا بص هقول لك حاجة، أنا مش قادرة أتخيل إن تائد الخضار عنده فكر تكنولوجي شوية ويعرف يدخل على هذه المنصات ويتداول ويظبط ويشوف الأسعار، وكون إن ده كان منتشر في كافة مع كافة تجار الجملة والتجزئة ده كان شيء غريب جدا. طيب إذا الإجراءات بتاعت النهاردة دي يا دكتور سهر من شأنها إنها تبدأ تشتغل على تحديد معدلات التضخم وإخفاضها على المدى المتوسط أو تخفيضها على المدى المتوسط؟ ما فيش شك، هو النهارده طبق مع حضرتك، قال لك انا خدت اجراء قوي اللي هو الفايده 6%. وطبعا خلي بال حضرتك الكلمه اللي قالها في قيمه الجنيه دي مهمه. ليه؟ لان حضرتك عندك فايده سلبيه حاليا، وبالتالي دي بتؤدي الى تاكل الاموال، تمام؟ صح. فكون ان انت النهارده تحاول تنزل الى الفايده الموجبه وتكبح التضخم، دي خطوه اساسيه وهامه جدا في الفتره الجايه لصالح المواطن ولصالح المستثمر
ولصالح الصناع. طب تأثير الخطوات بتاعت النهارده دي يا دكتور سهر، سواء إذا كان معدلات الفايدة أو تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، ده هيساعدني قد إيه في الطروحات الحكومية اللي كان سبق وأعلنت عنها الحكومة خلال الفترة اللي فاتت؟ لا هيساعد حضرتك جدا. ليه؟ لأن النهارده أصبح عندك سعر واحد ألا وهو سعر الذي يحدده العرض والطلب، فده في حد ذاته هيبقى مشجع للمستثمر ان هو يجي يعمل دراسة الجدوى بتاعته بناء على اسعار السوق، ويقدر في هذه الحالة ان هو يدخل في الطروحات ومطمن ان هو قدام نظام اقتصادي حر سليم معمول به في اكبر اقتصادات العالم، وعليه اقتصاده هو شخصيا، وعليه مع نجاح هذه الطروحات يبقى ساعتها هلاقي نفسي كمان بساعد البورصة من جهة اخرى. حياتك بتساعد البورصة، بتجلب استثمارات، بتزود موارد عملة صعبة، هيؤدي في الآخر إلى انخفاض التضخم، هيؤدي في الآخر إن مع اقتراب التضخم من المستهدف من البنك المركزي إنك تقدر بعد كده تخفض الفايدة، وبناء عليه واخد بال حضرتك يبتدي الدورة الاقتصادية الطبيعية في الدولة. يا مسهل الحال، أنا بشكرك جدا يا دكتور سهر، ألف 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 شكر لحضرتك دكتور سهر الضماطي الخبيرة المصرفية والاقتصادية الكبيرة طبعا.